السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن بطريقة حلوة وبسيطة قوي، ان شاء الله تعمليها هيديكي نفس النتيجة اللي بتجيبيه من المحلات بالظبط. نسمي الله كده ونبدأ في المقادير على طول. انا معايا هنا ده مج ونص سكر، المقادير كلها بالمج بتاع الشاي اللي هو الازاز ده اللي هو المتين ملي، ده مج ونص سكر تمام. ومعايا هنا مج واحد رز، ببقى نقعاه مثلا من قبلها بعشر دقايق ربع ساعة مش اكتر يعني، يتنقع كده. ومعايا هنا اربع معالق لبن بودرة، ومعايا هنا الكريم شانتي، انا جايباه سادة، لو عندك اكياس عادي ماشي مش مشكلة، المهم يعني هتحطي معلقتين كبار. ومعايا الفانيليا، دي اخر حاجة هحطها. المقادير دي كلها بتاعت مثلا كيلو لبن تمام كده. انا دلوقتي اللبن بيغلي على النار اهو في الحلة، انا بقى هجيب حاجة هسلق فيها الرز، مش هسلقه في اللبن يعني، هعمله ده مج رز هسلقه في مج برضو قده مية تمام. يستوي تلات اربع سوا ونضيفه ان شاء الله على اللبن ونشوف هنعمل ايه. انا معايا اهي الرز، حطيته مع المية على النار هيغلي، واللبن اهو بيغلي. في حاجة بقى نسيت اقول عليها في المقادير بتاعتي، انا عندي علبة القشطة دي، انت ممكن لو القشطة اللي بتحوشيها من اللبن تستخدميها برضو. هتحطي معلقتين بس في الاخر خالص، مش مع بداية الشغل يعني، لما نيجي نحطها بقول تمام كده. هستنى بقى انا الرز بتاعي يستوي تلات اربع سوا واللبن يغلي ونشوف هنعمل ايه. هنا خلاص كده الرز استوى تلات اربع سوا في المية اهي، وانا زودته برضو شوية مية عشان شرب المج اللي انا كنت حاطاه في الاول، واللبن غلي ومشغلة عليه النار اهو تمام كده. كل اللي هعمله بقى دلوقتي اخر بقى مرحلة في تسوية الرز هكملها مع اللبن هنا، يعني هضيف الرز بتاعي اللبن. حاولي ما تزوديش في الرز اوي يعني، بصي الكوباية اللي انا حطيتها زادت ازاي بعد ما اشتغل كده. هيكمل بقى ايه، النار مش عالية قوي، هيكمل سواه مع اللبن عشر دقايق كده نشوف هنعمل ايه، مش هنضيف اي حاجة دلوقتي خالص. طيب خلاص كده انا سبته عشر دقايق، الرز استوى اهو في اللبن. اي اضافة بقى بحطها في الاخر بعد الرز ما يستوي في قلب اللبن تمام. هنزل بقى بالسكر، السكر ده طبعا حسب ما انت تفضلي يعني انا هحط كده مج ونص، وبعد كده هدوق هشوف لو محتاج ممكن ازود تمام. اللبن البودرة، اللبن البودرة بقى والكريم شانتيه ده اللي بيخليه بقى ايه كريمي كده تمام. نحط بقى معلقتين كل ده هيدوب بقى دلوقتي، نحط معلقتين القشطة كده. تمام خلاص كده بقى ايه اخر حاجة بقى بتضيفيها الفانيليا، بس بصي القوام عشان احنا مش مكترين الرز فيه قوي، قوام لسه خفيف. فهنعمل ايه، انا مدوبة معلقة نشا في مية كده، احطها ايه بالتدريج يعني، مش احطها مرة واحدة عشان ما يتخنش مني قوي.
احط نصها كده واشوف، عوزت تاني هكمل. يبتدي يبقى وتسيبي بقى يغلي مع النشا شوية، يعني مش اول ما يتقل ترفعيه من النار على طول، عشان النشا بيبقى ليها طعم ما بيروحش الا مع الغليان. هحط المعلقة التانية تمام كده. تسويدي كفي بقى، تسيبيهوش عشان ما يكلكعش من تحت وما يلزقش. بصي بقى القوام بتاعه تقيل ازاي، وسط يعني، مش عايزينه تقيل قوي ولا خفيف قوي، خليه وسط. وانا دقت السكر بتاعه مظبوط قوي، بس زودت بس معلقتين على المج ونص، براحتك انت بقى بتحبيه مسكر او بتحبيه كده يعني سكره قليل، انا بحب سكره قليل ما زودتش عنه. خلاص كده هسيبه يغلي برده شويه، وهبتدي بقى ايه احطه في الاطباق. قبل ما احطه في الاطباق، اخر حاجه نسيت اقول عليها الفانيليا. تمام، الفانيليا دي بقى احطها وبطفي خلاص. خلاص كده انا خلصت بقى الكميه بتاعتي وورفتها. حطي بقى فوقيه اللي انت تفضليه، سوداني او جوز هند او كده اللي انت تفضليه، احنا هنا بنحبه بالقرفه. نزود بس هنا قرفه بسيطه للي يحب. بس كده خلص بقى النهارده الرز بلبن. بتمنى بقى لو الفيديو عجبك تسيبي لي بقى كومنت، وتسيبي لي لايك، وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.